تيك توكيني تيك توكيني وعلى الانستغرام برعين الحب ولا تبخلي عن اختك اختك اللي كتبغيك وكتموت عليك بنت الشعب. مرحبا بكم والف مرحبا بخوتي وخواتاتي كلشي اللي كيدخل معنا مرحبا والف مرحبا. طبعا سمحوا لي البارح ما طلعتش لايف، طلعت لايف غير واحد شويه في تيك توك ولكن في العرس نتوما مولفين الحب في زاختيكل ما شاء الله داز واحد العريس اللي غزال ما شاء الله الله يكمل بخير على الجميع. طبعا مرحبا بكم الف مرحبا. شوفوا الحب هذا اللايف ان شاء الله غيكون فيه شله بوكو جديد، شله بوكو جديد، شله بوكو اثمنه روعه ديال بنت الشعب كيف كتعرفوا دائما. نتمنى منكم البارطاج وليجي مع الاحباب والاصحاب اكيد الا جات على خاطركم. ونطلقوا اللايف في اليوتيوب ونبداو على بركه الله. الدوز لقيتها عندي عاتم هذاك الشيء اللي في الدار حيت هزيت ديال ايوب لقيتها وانا نحيدها. نتمنى منكم لي جيم والبارطاج باش يتعرف المحل اكثر واكثر. كيف كنقول لكم دائما حياتي ماشي الهدف ديالي هو نتشهر ولا نبان ولا هنا، الهدف ديالي هو نبين المنتج ديالي وهذا الشيء اللي كاين يعني باش كلشي يستافد وكلشي يتبرع. ونطلق الله في اليوتيوب يا اختي وليت كنت تكمل. شوف شوف انا شفت ان بوس الناس اليوتيوب ما شاء الله والله الا داخلين وكيتسناو مساكن. مرحبا بناس اليوتيوب، ناس جداد والناس القدام والناس اللي كيدعمونا من الاوائل والناس اللي كيحبونا وكيدعمونا وكيجيو عندنا قبل ما يكون الاشهار. طبعا تحيه لكم كبيره وتحيه الناس الانستغرام اللي كيحبونا حتى هما وكيموتوا علينا وناس تيك توك اللي كيدخلوا عندنا وكيبارطاجيونا ويعني ويكونوا على يقين البنات والله العظيم يعني ملي كتبارطاجيونا هنا راه فرحه لينا وافتخار يعني حنا كنفتخر بكم انتما كتبارطاجيوني وكت تشاركوني مع الناس وهنايا والله العظيم اخواتاتي اللي غنقول لكم هو الله يرحم لكم الوالدين جميعا حيت صراحه نتوما بدوركم اللي كتبارطاجيونا وكتبينوا هاد الاختيكل ولا هاد الكسول هاد الخفتان ولا هاد البيجامه راه نتوما بدوركم كتساهموا معنا يعني ما عرفتش نعتبرها ما عرفتش كيفاش نعتبرها واش بصدقه واش بهنايا حيت ملي كتبارطاجيونا راه كيجيو عندنا الحمد لله الكليان كتشي كيصيفط لينا الكليان يعني كل واحد كيصيفط لنا كليان هنا كتجيو عندنا كتشرفونا راه هذا الحمد لله عوين بالنسبه لنا. وصراحه كنقول لكم الله يرحم الوالدين حيت الشكر قليل والله يرحم لكم الوالدين وكل ما عزيز عليكم الله يحفظه لكم. طبعا هذا الفيديو كيف قلت لكم تحياتي للاخت الاخ مصطفى والاخت حسناء وفقكم عبدو ربي يخليك ربي يخليك شكرا ربي يخليك اللي داخله بالقناه عبدو حبيبه عبدو اختي اللي داخله بقناه عبدو طبعا كتدخل مصطفى قدوس شحال هذا سلام حسناء اختي خديجه اغيد اهلا الحب صافا بخير لاباس عليك الله يفرحك بنتيجه وليداتك امين يا ربي امين والله يفرح جميع الوليدات المسلمين اجمعين عرفتي غيتقلبوا لي الموازين البنات والله غادي عرفتي شنو عرفتي شي حاجه اللي يقدروا عرفتي شنو حسيت بحال السلك ويضرب لي في الطنطور ديال راسي الله يسمح لنا من الوالدين اكيد والله عرفتي بحال ضرب لي شي سيركوي هاك تلقاو لي السلوكه والله العظيم حيت ان شاء الله اليوم غادي يبداو بالنتائج اول حاجه هما ديال الباك ومن بعد ان شاء الله ديال سيزام غيبداو بالنتائج. الله يفرح كل البنيات وكل الوليدات يا ربي يا ربي اللي كنبغيو لوليداتنا الله يعطيه يعني اللي كنبغيو لوليداتكم اللي كنبغيو لوليداتكم الله يعطيه لوليداتنا واللي كنبغي لكم اخواتاتي وخوتي الله يعطيه لي انا والله العظيم الله يفرحكم ويفرح جميع الوليدات وجميع البنيات بالنتائج يا ربي. وتسمعنا اخبار زوينه وان شاء الله يكون الخير هادشي اللي كاين ما نطولش عليكم امين يا ربي خليك والله هادشي غادي اغيد والله يا اختي خصوصا عرفتي اليوم مشوشه بزاف ولكن ان شاء الله كلشي بيد الله نخليوها في يد الله باش ما نتوتروش انا ولدي شدت حاجه من الاسهال خايف قلت ليه شوف ما تدخلش مصر انا اللي غندخل مصر ما عندكش بها علاقه وما غاديش تعرف النقطه وما غاديش تعرف اي حاجه انا اللي غادي ندخل زوينه ولا خايبه انا اللي بغيتها نتحملها انت ما تعرفش شي حاجه صافي من بعد تعرف حيت مساكن كيتستريساو الله يسمح لنا من الوالدين والله فرحنا يا ربي وليداتنا وليداتكم وليدات متحسنين جميعين. اغيك خديجه اغيك الله سلام الحب فين الله يفرجها امين يا ربي امين خديجه اغيك دابا كاينه خديجه اغيك وكاينه خديجه اغيت
لا ما خفت نكذب، اخذ جا اغي ديالنا هي وخد جا اغيكا درميله صح ولا لا؟ طبعا تحيه لكم كاملين الحب. نبداو بهذا الكسيوه ومصطفى ومصطفى واش اخويا بينا الكسيوه لخواتي هادي قبل يضربوا على السيركويت بداو كيضربوا لي ديال الامتحانات. اجا خويا قبل ما يلوحوا مصر. يا ربي تفرح جميع الامهات والابوات والتلاميذ والاطفال مساكن داروا جهدهم وشاهدوا وكافحوا. يا ربي تفرح كاع الامهات والابوات. يا ربي يا ربي هاد العواشر وهاد العيد يا ربي يا ربي دير تاويد الخير للجميع كاش كل شيء ينجح وكل شيء يفرح والله العظيم حيت فرحتكم من فرحتنا. اجي خويا اجي اجي نبداو مطبخ ماجدة للوصفات. ربي يخليك موت عليك الحب. خديجة اغيك راه غادي نحلو اختي حتى نهار ثلاث هاد الجاي وثلاث الاخر غنحلو دابا مع العواشر غنضطر نحل. شكرا اختي الله يسهل عليك حتى عندك الكلامونيت. الناس اللي عندهم الكلامونيت الله يجازيكم بخير قولوا للناس بالله راه غادي نحل نهار ثلاث دابا ثلاث هاد ثلاثه هاد جوج ان شاء الله يطول الله في العمر ديال العيد غادي نحل فيهم غنحل فيهم باش الناس اللي بغاو يجيو عندنا يتقداو ولا نصيفطو لهم لعائلاتهم ولا اي حاجه مرحبا على راس العين. راه غادي نحل ثلاثه ما غاديش نسد لها ثلاثه جاي ان شاء الله يا بعد غدا لا ثلاثه اخرى غنكون حال اخواتي ما غاديش نسد عاد ثلاثه كنأكد لكم ثلاثه ان شاء الله راه ما غاديش نسدو مع العواشر. الله يسخر لنا ويسخر امه محمد المسلمين اجمعين راه ما غاديش نسد اخوتي وخواتاتي ثلاث راه ان شاء الله حالي. مرحبا بكم والف مرحبا مصطفى والله يخليك الحسنة. لا ما اجي خويا غنبقى البنات غنطلع عليهم الدم غيمشيو ويخليوني. اجي اخويا بي اليوم انا ندور لك الكاميرا حاجه ما تقلقيش راك تضحك معاه غنضحك معاك اخويا صفرحتي. ندور الكاميرا نتمنى هي انا عاوره بنتي هيا 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 تفاجئتي البارح في العراسات عرس بنهار وعرس بالليل واش غنقول لكم مصطفى بالصحة والراحة والله يكمل على جميع الجميع. طبعا البنات كيف كتشوفوا خواتاتي هذه كسوة أنا كنقول لكم والاختيار الأول والأخير كيبقى لكم يعني أنا كنقول لكم أشنو كنستخدم. هذه خواتاتي كسوة كيف كتشوفوا خيط مبرد راه نتوما كتعرفوا السيوات كتشوفوا الجديد 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 والثمن اكيد راني حطيته باش تشوفوا راه الجديده ديالها تحطات 130 درهم اللي طايلي فيها الال والاكس ال والدوبل اكس ال. كونوا على يقين البنات هذه الا بغيتوا تاخذوها بالجمله غتاخذوها ب 140 135 حتى ل 130 انا الله يجعلني من ناخذها 125 ونبيعها ب 130 حيت عارفه شنو غادي تقال عليها ولكن انا واخا ناخذها 125 نبيعها ب 130 انا الاغنيه ديال سيدي انا حر. طبعا ان شاء الله نبداو بالبنات هذا هو لا لا الموف شوف فيها هذا اللون اللي انا لابسه فيها هذا اللون واعره شوف شوف الحب فيها الال والاكس ال والدوبل اكس ال 130 درهم 2600 درهم توصيل جميع المدن المغربيه يعني بديت كندخل في او طبعا كنتواجد دائما خواتاتي خوتي ناس جداد ناس القدام مرحبا والف مرحبا بكم دائما كنتواجدوا في الدار البيضاء في الولفه حدا الجامع ديال الحاج فتح كتجي وحدة جامعة الحاج فتح كتدخلوا مع الزنقة ديالو بالضبط كتكتب لكم حسنة شوب اللي كترحب بكم من 11 ديال الصباح حتى 9 أو 10 الليل ولا حتى يساليو معنا الكليان ما عنديش مشكل. والثلاثاء نهار ثلاثة البنات راه كنأكد لكم ثلاثة ديال بعد غدا وثلاثة الجاي إن شاء الله راه حنا حالين راه مسادة أحسن نهار دابا مع العواشر شوف شوف طبعا أوكي هاد اللون 130 درهم من الإل حتى الدوبل إكس إل شوف عفص هنايا بس ضيفة حسن انا كنشوف انا ونشوف انا شوف من الان حتى الدوبل اكس اكس صراحة حبيتها يا انا حبيتها يا انا حبيتها يا اختي حبيتها شوف شوف ما شاء الله 130 درهم من الان حتى الدوبل اكس اكس شوفوا كيف رجلها كتجي 3 كار البنات 3 كار هكا يعني صراحة ما شاء الله وفيها الموف هو هذا فيها شحال خمسة الوان خمسة ديال الوينات 130 درهم
ولكن صراحه راه البرد البارودي ما شاء الله 130 درهم غيعطيكم مصطفى نظره دويره هكا عليهم بالمدلس ليكم موديل جديد عاوتاني صراحه زوينه مصطفى عبادي صراحه بيضه النميرو الغزال خابت الامر ولكن صراحه واعره النميرو الغزال هو الذي يقرصك دابا شوف واحد الهاوته شوف شوف ما فيهاش بزاف هذه اللي بالي فيها بصفة الال والاكس ال والدوبل ياك ام من الام من الام اه من الام الام راه بحال قلتي اللارج شوف واش بدات توب اكيد غايبان لكم توب كريب من الان حتى الدوبل ياك انا كنقول شي حاجه ناقصاني شي حاجه ناقصاني نضيدرات كيسباك خفوا خرجتهم خصني نمسحهم ولا ما نطولش عليكم شوفوا الحفظ كتجيب الصديفات هكا ولكن بلاتي هادو الصديفات غير ديكور هي مسدوده كاع كامله شوف شوف صراحة لوينات واعرين ما شاء الله لي طي من الان حتى الدوبل اكس ال شوف عريضة عريضة ما شاء الله ولكن راه تنال خيال 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 شوف الغوص فوشي اللي يدير ضجة وطبعا هاد الموديل البنات راه ما عنديش فيه شي كمية كبيرة غادي تشوفوا الكمية يعني هادشي اللي معروض وهادشي انا يلاه حطيته دابا هذا راه يلاه حطيته يعني صراحة ما شاء الله روعة تا هو يا لالا تا هو غندير ليه 130 درهم شوف بغيت نتبرع عليكم والله الحب اللي بغيت نتبرع عليكم 130 درهم بلا يسخرين راه 200 درهم انا عارفه انا بغيت ندير لها 130 درهم بغيت نتبرع على خواتاتي من الان حتى الدوبلو الان ديالها راه عريضه شوفوا البنات الثوب شوف راه ملي كنت نركز لكم على الثوب وعلى هنايا عارفه بالله راه الموديل محمقني عارفه شوف كريب طايح اه طايح طيح 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 ونشوفوا دابا غير الام شوفوا البنات راه غير لا طي ام ثمن الحب 130 درهم 2600 ريال وراه نهار الثلاث راه حنا حالين عفاكم خواتاتي اللي عندهم لكم كلامونات يقولوا البنات قول لهم راه نهار الثلاث ان شاء الله حالين على قبل العواشر الله يفرجها على الجميع شوف 130 درهم اخواتاتي 2600 ريال قلت لك زين قلت لك زين ملي تسالي اتصلي بيا ويلي على عينو راه ساعتي ديك الناس اللي معايا جيهان انت عارفه اللي كانوا معايا البارح قالوا لي علاش ما عيطيش على جيهان تاكل كرعين تختم معنا الختان ايوا واش غندير واش غندير ديت جيهان مع جي 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 الله يحفظك جي جي بوجبي الحاجه انا راه كاينه في المحل شوف الحب 130 درهم 130 درهم ان بوس دو بوس شوف 130 درهم اخواتاتي من الان حتى الدوبل وتوصيل جميع المدن المغربيه وتحيه للناس في المغرب اينما كنتم داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن ومرحبا بالناس الجاليه اللي دخلوا في هذا العيد الكبير والله اللي ما دخلتوش شوفوا البنات الجاليه نجيكم بصراحه الا ما ساعدتكمش الظروف ان شاء الله الله يسهل عليكم ولكن الا كانت مساعدكم الظروف وما دخلتوش تعيدوا في العيد الكبير والله الا ضيعتوا شحال من حاجه حسوا قطيبات كيفاش كيطلعوا في العيد الكبير شوفوا انا راهي كيداز عرفتوا البنات الجاليه عرفتوا الطيبات كيديروا اختي في العيد الكبير داك التشواط ديال الراس وتشميه وتقطع الودينة وهو كيتشوط وتاكليها ديري انفوس 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 البنات ما هوش خاطكم والله خوتي ناس الجاليه مرحبا بكم الف مرحبا في بلادكم مرحبا بكم عند ختكم ومرحبا الف مرحبا كنديرو توصيل جميع المدن المغربيه شوفوا الله يجعلكم ناس الجاليه انا بالضبط الا بغيتو من الزيتون صيفطوا لكم وطبعا حتى ناس المغرب الا كنتو شي حاجه بغيتوها من اي محل كيف كنديرو مع بزاف السيدات من اي محل كيدير اليوتيوب بغيتو منو شي حاجه ما عندكمش مشكل نصيفط الدراري ديالي ويجيبوا لكم اي منتوج ونصيفطوه لكم على راس العين شوفوا خواتاتي شوفوا اللوينات نتمنى نكون وريتكم اللوينات حتى انتم ما شاء الله الاورنج بنتي بين بين كلشي كلشي شوفوا الناس 130 درهم خواتاتي 130 درهم 2600 ريال الكريب كريب طبعا بالنسبه للكريب
حتى هو برانده حتى هو طيح. ولكن هذه طيح اكثر منه. شوف ولكن حتى هو من الحبل تلبسي 130 درهم. شوفوا راندا شوف 130 درهم على قيمه راندا. شوف ومن الال حتى الدوبل اكس ال. شوف الويلات هنا مثلا هذوك اللي ما بقاش فيهم بزاف ديرينهم هنا. شوف كيكونوا مع بعضياتهم واللون اللي كيبقى هنا دايرين جوج الوان. شوفوا البنات باش تكونوا عارفين. كنت معايا خواتاتي توصيل جميع المدن او جميع المدن خارج المغرب. شوف حتى الناس طبعا كيشوفونا جزائريين توانسه خوتنا العرب مصريين خوتنا العرب اينما كنتوا كتشوفونا طبعا وكتشوفوا منتجات حسنة شوب. تحيه لكم وعواشركم مبروكه للمغاربه ولخوتنا العرب. عواشر مباركه وان شاء الله يدخل عليكم عيد الاضحى المبارك بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. حيت كيشوفونا البنات كيجوني تعاليق وداكشي كيشوفونا حتى خوتنا العرب. طبعا تحيه لكم من المغرب وطبعا المغاربه راه في الدم وفي الروح. شوف شوف 130 درهم 130 درهم لميمتك لختك لعدوزتك اللي عزيز عليك 130 درهم. او طبعا الكسوه الحب الكسوه ديال الحب ياك كسوه الحب. شوف انا كنحيد حاجه كنحط حاجه. شوفوا حيت لك دابا سامبل سالات حطيت لكم المزوق شي ورا البنات عاد حطيت لكم سامبل سالا وريتكم المزوق. طبعا هذا السامبل قرب لي الله يجزيك. شوفوا اشنو خويا باقي هنا هذا اللون باقي فيه ال والاكس ال ال والاكس ال. هذا اللون باقي فيه ال والاكس ال. وهذا اللون باقي فيه وحده في الدوبل. هذا الحب ماشي هذا اللون. شوف شوف كي طاح يا خويتي. شوف شوفوا كي طاح بغاني ناخذه ولكن الدوبل كبيره. هنا الاكس ال والال والاكس ال والال. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. هادشي اللي واش غتجي واش ما غتجيش والله ما عرفت. الا كانت انا باقا ما اتصلتش مع مالي اللي اتصلت معاهم قالوا لي غتجي ان شاء الله راه غادي نعلمكم في اللايف الماجي. طبعا 130 درهم 150 درهم سمحوا لي الكسوه 150 درهم. هنا 130 وهنا 130 الكسوه الاخرى 130. هذه 150 درهم وغنمشيو عاوتاني للجديد. اوكي 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 دختي صراحه غنلبس هذه في الام. شوف غنلبس هذه في الام. هادي انا غنوريكم التفاصيل. وري البنات عاد خويا طبعا البنات. شوف الا لاحظتوا هاد زواقه طبعا شوفوا راه فجاه تقدر نقول لكم البنات هاد الموديل راه سالا ما بقاش. داكشي علاش كنبغيكم تبرعوا اي موديل حطيتو لخواتاتي. شوفوا اي موديل تبرعوا خواتاتي تبرعوا وتبردوا في هاد الصيف. بالنسبه لهاد الموديل راه يقدر يعاود يجي هاد الموديل نورمالمون فيه من الان حتى للدوبل اكس ياك. دابا هو تحط هذا الموديل بالضبط ولكن هذا الموديل بالضبط راه فيه هادشي اللي علقنا وفيه الكونتيتي اللي حطيناه يعني تبارك الله كاين. طبعا من الان حتى للدوبل اكس اللي لابسه انا غير لطي ام. شوف تنحلو مع 11 ديال الصباح ان شاء الله. مع 11 حتى للتسعود 10 ما عنديش مشكل. ونهار ثلاث البنات خواتاتي عندك نهار ثلاث خليونا بوحدنا. نهار ثلاث ان شاء الله راه كاينين ثلاث هادو وثلاث الاخر. هانتوما شوف كاين هذا اللون كنأكد لكم نهار ثلاثة راه كيني. وبالنسبة للناس اللي بغاو يعرفونا حنا فين جينا حنا دائما في الدار البيضاء في الولفة حدا الجامع ديال الحاج فتح. كتجيو حدا جامع الحاج فتح كتدخلوا مع الزنقة ديال الجامع بالضبط كتبان لكم حسنة شوب مع الزنقة ديال الجامع البنات. الزنقة تدخلوا مع الزنقة ديال الجامع رفيع الحوانت حسنة شوب. كنحلو مع 11 ديال الصباح حتى 9 ولا 10 والتوصيل كنديروا الإرسال لجميع المدن المغربية وحتى الناس الجاليه ديال الخارج المغربي كنديروا توصيل كنبيعوا بالديتاي وكنبيعوا بالجمله. ولكن الجمله راه ماشي اربعه د الحبات ولا خمسه. راه كاين الموديل مثلا هذا نقدر نمشي فيه 10 د الحبات هكا ولكن 10 د الحبات. وكيف كنقولها من قبل ونعاودها ما كنفرضش عليك الالوان. خذي الالوان اللي بغيتي وخذي حبيبه ديالي الطايات اللي بغيتي
بغيتي الكبار بغيتي الصغار ما عنديش مشكل، خدي الطايط اللي بغيتي وخدي الوال اللي بغيتي، حتى انا كنجيب الكونتيتي ما شاء الله ما كنفرضش عليك لي طايل ولا الوال، خدي اللي بغيتي، غير هي مثلا 10 البيسات الفوق ماشي غير 4 ولا 5 باش نكونوا متفاهمين اخواتي. شوف كاين هذا اللون، ومرحبا الف مرحبا بالجميع، بيع وشرايا ولا مبتدئين ولا كلشي، انا الله يسهل على كامل اللي كنتم شوفوا اللي بغيت لكم لوليداتكم الله يعطيه لي انا وليداتي يا ربي يا ربي يا ربي. هادشي اللي كاين، شوفوا بحتي من الان حتى الدوبل اكس ال ولي لابسه انا غير طاي ام، غير لا طاي ام اخواتي. شوف 130 درهم 2600 درهم الثمن ديال بنت الشعب، شوفوا فيها الطرزه هكا، شوفوا فيها الطرزه هكا، وهذا اللون حلو الدراري مابقاش نديروه لون يا جوي الله على الدنيا صراحه والله البنات. لا شوفوا رجعوا الكاميرا رجعوا الفيديوهات شحال هذو اللايفات كاينين شلوان اللي انا اصلا شخصيا كحسنه كنعشقهم، وقلت لكم عليهم هاد الوان راه واعرين، وهاد الوان هنايا سبحان الله ولاو هما لي طوندونس، بحال اورانج بحال فيغ بحال الموف. انا قلت كنت كنقول مصطفى قبل ما يكون اليوتيوب، ملي دار اليوتيوب بديت كنبين لكم الاورانج والبرتقالي، وهنا صدقوا دوك الوان هما اللي غاديين دابا تدريجيا سبحان الله. بالنسبه لكل شوميز راه ما كايناش، قلت لك كل شوميز اه كاين شي حبات انا وراه مش كاينين اهو بالله هنايا لاتي شحال البنات لاتي أو تاني أو تاني أو تاني. شوف صافا شوف قلت لك بحال القرعي القرعي شوف القرعي ويا ما تمي زهرة ديال الفنيدي والقوقي الفنيدي راه كتسالي معايا والله البنات. شوفوا راه ملي كنقولوا شي الوان لنا ولا اختي ولا هنا راه ماشي كنقول لهم عنوى، راه داكشي اللي عشناه ما كناش كنقولوا غوز بيبي ولا الفينيدي، داكشي عرفتي ناري على حلاوه ما شاء الله. شوف 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 ابص العكري رمادي رمادي طبعا هو الكري والعكري هو البنفسجي او الموف. شوفوا ما شاء الله 130 درهم اخواتي 2600 درهم. هنا الجليبات عطيني عطيني نوري البنات الجليبات هاد الجليبات من ال حتى ل 3 اكس ال، الا ما لقيتوش شي طايف هاد الموديلات راه غيكون نحلوا لكم موديل اخر ان شاء الله كاينش لا بوكو حاجات. شوف شوفوا البلوغوا، ودائما عافاكم البنات راه ملي تجيو تشوفوا مثلا الموديل هكا او اللون عارفوا بلي شي الوان ما بقاش فيهم بزاف كيكونوا من وراهم، انا نوريهم البنات من هنا كيكونوا من وراهم، مثلا شوفوا البلو مارين مثلا شوف الجون هنا مثلا كاين هذا اللون ترابي نيود كاين من وراه نواغ مابقاش بزاف، ولكن حتى مع بعضياتهم ديما قلبوا البنات تلقاو الوان اللي نتوما شوفوا مثلا كاين هذه بقات فيها وحده كاين الغصفوشيا كتلقاو اللوينات، هاد الزواقه كتجي ايفازي كيف كتعرفوا كتجي ايفازي خواتاتي من ال حتى ل 3 اكس ال، كاين الفيغ زيتي انا كنقول عليه الفيغ زيتي كل واحد شنو كيقول، هادو ايفازي هادو هنا مخزنيين هادو نواغ شوف خصني من ال حتى ل 3 اكس ال راه امبوسيبل البنات شي حاجه اللي غتلبسيها ما شاء الله وما يعني ما مطلياش كيف كيقولوا كيف كتبغيو. شوفوا البنات والثمن ديال بنت الشعب 250 درهم، شوف 5000 ريال، شوف 5000 ريال البنات، حنا راه من زمان ماشي دابا كنديرو 5000 ريال، من زمان كنديرو جلابنا 5000 ريال رجعنا من تولي 4800 ديال 5000 ريال رزق الله. شوف اهم حاجه بنات الشعب خواتاتي البسوا جليبات، هادو مخزنين هادو اللي اللون في اللون مخزنين، شوف شوف الغصفوشيه شوف علاش كنقول لكم بالديتاي بجمله راه حيت ما شاء الله كتكون السلعه وكاينه السلعه. شوفوا البلو مارين البنات اللون في اللون هادو مخزنين، هادو عاوتاني رجعوا لهذا الموديل هاد الزواقه ايفازي كلهم بيجاما جلال اللي عندنا من ال حتى ل 3 اكس ال ما عدا السمان. شوفوا هنا مثلا كاين نواغ من وراها نجيو هنا عاوتاني كاين البلو مارين، نجيو هنا عاوتاني كاين البلوغوا، نجيو هنا عاوتاني كاين السومو، هادو ايفازي من ال حتى ل 3 اكس ال. طبعا هنا الزيتي كاين الاورانج كاين المطر مع بياسه في النيود هنا بقات في الدوبل. شوفوا البنات شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله كلشي جليبات 5000 ريال اخواتاتي 250 درهم. شوفوا
طبعاً نمشيو لهاد الجلابه مصطفى حتى حنا كناخذ ولادنا هاد الجلابه كيفاش كتجي. هادو البنات صاله اخرى راه اكيد البنات كيعرفوهم اللي معنا اقدام. شوف كلوش هادو الحب هادو كلوش هادو حتى هما 250 وكلشي التواب ديال الجلالب اللي عندنا كريب. شوف اخواتاتي شوفوا 250 درهم شوفوا اللوينات ديالهم كلهم 250 درهم. شوف 5000 ريال. كاين الاورانج البرتقالي كاين اللي فيها الفير كاين اللي فيها فيغ سومو يعني كاين اللوينات مختلطين. شوف اللي فيها لو جون يعني كتبرع اللي فيها الفيغ وزنا هياك اللي فيها السوق. عاد باش كاين عاوتاني السمان السمان ولم يعرفوه. شوف في الكريب دائما الكريب 250 درهم. شوف بقى فيها غير هاد اللون هاد اللون اللي بقى البنات. طبعا بالنسبه للكسيوات العجيبين حتى هما 130 حنا كنحطو تيكي واخا كنقولو كاين الناس اللي كيكونوا غير باساجي او ديزين وكيتعرفوا على المحل. الازرق هاد الازرق بقى هو موفق هادو اللي معلقين بلو مارينو الكحل كاينين باقي بلو مارينو الكحل داخل هادو باقي فيهم غير الامل البنات. هاد اللون الموف كاين هادشي اللي بقى فيه هادشي اللي بقى. نشوف البنات اللي طايبين باقي الام والال وحده في الاكس ال بقى الام والال البنات خواتاتي هادو بقى الام والال وحده في الاكس ال. وهنا البلومارين باقي البلومارين بلومارين اونواغ بلومارين اونواغ البنات راه باقي 130 درهم اخواتاتي. بالنسبه للسيده اللي سولات على غوب شومي الغوب شومي بقى هاد الموديل شوف هاد الموديل غوب شوميز 100 درهم الحب ولكن راه بقاو غير الان يعني اللي كتلبس قدي راه تجي اللي كتلبس الال او الاكس ال راه تجي بقات لا طاي ام. حتى لو كنتي كتلبسي الام راه تجيك مخيره حيت هي اوفر سايز اوفر سايز ولكن ما تفوتش الاكس ال بالنسبه لطاي ام 100 درهم اخواتاتي باقي فيها جوج لي طاي. بالنسبه لهاد الجليبات لهنا باقى هادي في الاكس ال شوف هاد الخدمه في الاكس ال وباقى هاد الخدمه في الال يعني نفس هنايا الموديل وهاد اللون في الال وطبعا المطاف باقى في الاكس ال جوج في الاكس ال 250 درهم. والمانطا البنات ديال اللي 550 راه كاينه متوفره ها هي راه متوفره. الو بالنسبه هنا غنجيو الجديد دائما الجديد حلو هل يعرفك مصطفى؟ شوف الجلد من الام حتى للدوبل اكس ال امبوسيبل البنات والله العظيم هذه كنت غنلبسها لكم باش تشوفوا حيت عجبتني اللي عجبني الثوب عجبني البوش صراحه روعه. شوفوا فيها هذا اللون وفيها طبعا الثمن غنقول لكم الثمن هو الاول اللي هو 80 درهم 1600 80 درهم اخواتاتي. شوف امبوس امبوس دو بوسي 80 درهم من الام حتى الدوبل اكس ال الجديد في البيجامه 80 درهم وكاين هذا اللون الكاشيري. بالنسبه لهادو ديال 100 درهم راه تما متوفرين هادو البنات ديال 100 درهم. شوفوا راه مع عيد الاضحى ما يمكنش ما تشريش بيجامه ما تجديش بيجامه ما تلبسيش بيجامه ولكن حنا ما كنبيعوش غير البيجامه اللي كادو لا كنبيعوها لك اختي قبل ما تعطيها كادو حيت ملي تعطيها غتعطي شي حاجه تحمر الوجه ان شاء الله. شوف هادو 100 درهم حتى هما من الام حتى الدوبل اكس ال فيها هاد اللون وفيها الغوز كاشيري وفيها بلو موفي. بالنسبه لثخوا بيس هادشي اللي بقى ثخوا بيس ديال 150 غنقول لكم اخواتاتي اشنو بقى هاد الال والام والال على ام والال الام والال كلشي تتفكرني في سلعتي نسيمه صيفطها لها في الصباح. هادو البنات ديال 150 بقى فيهم الام والال هنا ديال 150 عاوتاني هادو اللي كون طايرين الفوق ياك هاو كاين داكشي اللي بقى حتى هاد هادو البنات ديال 150 كم كاين اللي كتبغي نصكم وكاين اللي كتبغيكم على حسب الاراء ولكن اختي خصك تجيو تشوفي الثوب الثوب الحب 150 درهم فيها ثلاثه اللوينات. شوف فيها هاد اللون فيها هذا هادو هاد الشكل الثاني شوف
حتى هيكم، حيت كاين السيدات اللي كيبغوا لكم، كاين السيدات اللي كيبغوا نفسكم، على حسب قالك لو لا اختلاف الاذواق لا السلعه بارتي. شوفوا 150 درهم وتوصيل جميع المدن المغربيه. بالنسبه للخوا بيس هنا باقي في هذه في الاكس ال والاكس ال والاكس ال، هذه البنات باقي فيها الاكس ال، واللون اخر هو الاكس ال والبيج الان والدوبل، والبيج فيها الال والدوبل تمام. 200 درهم، 200 درهم اخواتاتي كيف كتشوفوا 200 درهم. بالنسبه لهنا عاوتاني لالا مولاتي 100 درهم، داكشي اللي بقى، هادشي اللي بقى 100 درهم البنات، 100 درهم. كاين هاد اللون راه كله عرضنا، ولكن ملي كنقول هادشي اللي بقى ثاني فانا بتصبروا لي البنات، ملي كنقول هادشي اللي بقى راه شوفوا ما شاء الله راه سنترا عامره يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف من الان نورمالمون حتى الدوبل، ولكن طيب ما متاكداش شنو بقى. 100 درهم، 100 درهم الحب. شوف هادو راه حتى ولكن راه فورمتهم شويه مجموعه صغيره، يعني تقدر مولات الام تاخذ الال. شوف 100 درهم، 100 درهم الحب. طبعا كيف كتشوفوا البنات للتذكير، حنا كنتواجدوا خواتاتي في الدار البيضاء في الولفه حدا الجامع ديال الحاج فتح، كتجيو حدا جامعة الحاج فتح كتدخلوا مع الزنقه ديالو بالضبط الزنقه ديال الجامع اللي كاينين العطاره، وداكشي تدخلوا مع ديك الزنقه كتبان لكم حسناء شوب. كنحلوا من 11 ديال الصباح حتى للتسعود او العشرة، السيمانه كامله حتى اليوم الثلاثاء على حسب العواشر. نهار الثلاثاء البنات غنحلوا على حسب العواشر. شوفوا مصطفى حط لي التليفونات ومشى لهيه هنا، علاش مش ميقدرش يتعلق ولا شنو كيضحك؟ طبعا البنات السيمانه كامله ونهار الثلاثاء خواتاتي راه حالين كنديروا التوصيل او الارسال لجميع المدن المغربيه. اي حاجه عجبتك الحب الا صوريها سكرينيها وصيفطيها لينا ونصيفطوها لك فيما كنتي في اي جبل في اي دوار في اي مدينه على عيني وراسي. والناس اللي جايه حتى نتوما مرحبا الف مرحبا، كنصيفطوا اي حاجه، بغيتوا جليبات بغيتوا قفيطنات بغيتوا اي حاجه بيجامات اي حاجه راه كنصيفطوها لاي دوله بغيتوا او نتوما كاينين. الله يجيبكم لبلادكم على خير وبخير، ما تنساوش الطيبات. بالنسبه للطاي اللي لابسه حسنا راه لابسه لاطاي ميديوم، هذه اختي لابسه فيها الام هانتوما بيناش انت شد انت هانتوما شوفوا البنات ها هي ميديوم، ها هي ميديوم، ها هي ميديوم البنات اللي لابسه انا غير الان، اما هي فيها من الان حتى الدوبل 130 درهم. نتمنى هذا اللايف ينال اعجابكم ونكون عن حسن الظن ديالكم، والله يفرحنا ويفرحكم في وليدات امهات محمد المسلمين اجمعين. اليوم ان شاء الله النقطة طبعا غادي تكون في مسار، الله يفرح الجميع والله يدير تويت الخير للجميع، واللي جابها الله خواتاتي شوفوا الامهات الابوات راه اللي جابها الله واللي مكتبها الله نحمدوا عليها الله ونشكروا. اهم حاجه وليداتنا يبقاو بخير كيف سبق وقلت لكم، ما نغوتوا عليهم ما نعيروهم، ما نقولوا حيت كاين اللي كيولي مسكين كيكون بخير وقاري وقت الامتحان كيتزير او كتزير البنت شويه كنضغطوا عليهم نبقاو بوتيطيو ونضغطوا عليهم هنا شويه اللي نجربوا في السادات نوليو ضحكه والله ما خليهم اللي دار الله يمكن جاب نقطه عاليه جاب متوسطه اللي جاب الحمد والشكر لله رب العالمين. الله يحفظ لنا وليداتنا وليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين، واللي ناوي شي حاجه الله يعطيها لي. وكنوعدكم كل نهار لايف او فيديو هاد العشر ايام اللي بقات لنا ان شاء الله باذن الله، الله يطولنا الله يطولنا الله في العمر ديال عيد الاضحى المبارك، الله يدخل لكم الصحه والسلامه. كل نهار كاين غير تبرع ونوريكم اي اختيكل ونوريكم 100 مره ولا تبقى في غير بياسه باش تكونوا عارفين اي حاجه البيروغطان. تحيه لكم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، معكم الحب اللي كتحماق عليكم بنت الشعب بنت روحه. الله لا يخطيكم عليا، نشوفكم على خير.